طيب زملاء نبدأ. الصوت واضح بس اكدوا لي الصوت. دكتور الصوت واضح أيوة بس الرابط بس لما يحكي صوت. تمام العدد صار جيد أربعينات كويس نبدأ. مدام أنا بعته السنة السادسة كمان مباشرة على الغرفة في مشكلة صراحة بالروابط. طيب الصوت واضح زملاء؟ بس حكينا انتظر شوي لأنه كان في دكتور في 60 طالب بنشاركوا الملف الحالات السريرين ما كنت عرضهن؟ لا 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 تشاركوا لا هذا قروب البيت خلينا نناقش ما بدي حدا يقرأ الأجوبة وكذا عرف شلون لا تشاركوا خلينا بالقصة هيك أفضل. صاروا 60 طالب كويس العدد. لكن بهبط العرض بس الحالة بدون أجوبة. لا لا خلينا نقرأ القصة هيك فكروا شغلوا مخكم لأنه الواحد إلا ما تسرق عينه عرفت علي بلا ما تشارك. وهذا قروب البيت هذا على فكرة مطلوب منكم فحص تخرج تمام طلاب السادسة المعنى. دكتور المقرر الضخم أشوف مطلوب للتخرج عم ناخذ منه قصص من هون للتخرج يكون خلصنا السنة السادسة السنة السادسة اللي أخذناه منه بس مطلوب السنة الخامسة يا السنة السادسة إيش كون أخذنا مطلوب وإن شاء الله سنة جاي خلصنا خامسة والسادسة يكون خلص تمام. السنة السادسة الحالات اللي أخذناها فقط السنة الخامسة يا سنة جاي بما منوصل إن شاء الله يكون خلص إذا ما خلصنا بما وقفنا الحالات نفسها هي نفسها عم ناخذها بالنظري وبالعملي عم تجي يكون. طيب خلونا بحالة السؤال المزمن لأنه أنا آسف عندي رانديفو بالتسعة ونص أنا قلت بثمانية ونص تسعة ونص نخلص بس عندي ضروري. طيب الطفل عمره سنتين عنده سعال مستمر الطفل اسمه أحمد من القوقاز راجع بقصة سعال مستمر منذ 6 أشهر وأن المستمر أكثر من 15 يوم في تعريف حاد تحت حاد مزمن حاليا خلينا نعتمد 14 يوم وأكثر هو مزمن تمام. السعال بالليل وبالنهار بصير متقطع جاف الولد شخص له ربو منذ عمر أو منذ 4 أشهر حاليا عمره 2 شخص له ربو من 4 أشهر أعطي موسعات قصبية صاروا يعطوه رزازات كان تساعده بشكل متقطع الولد كل ما بقرب بيزيد عنده موضوع السعال أحيانا من كتب ما بيسعل بيراجع واضح هكتبوا للرؤوس الأقلام ما في حرارة ما في قصة سفر لبلدان فيها سل فيها أمراض مزمنة إنفلونزا الخنازير ما في سفر. الولد أمه بتقول عمره 2 بس ابني بين عمر 1 أصغر من رفقاته والولد دائما أخذته على الدكاترة وعم بيسعل. طيب السوابق المرضية الولد لما كان عمره 1 شخصوا له التهاب قصيبات الولد كل شهرين عم بقرب عنده قصة قريب متكرر خلال الأشهر القليلة الماضية ولادته طبيعية الحمل كان طبيعي ما في مضاعفات السوابق الجراحية ما في ولا عملية الأدوية عم يأخذ سالبوتامول عند الحاجة وعم يأخذ شوية أدوية سالي من الصيدلية أزميكس بروبسبان الأمكن ما بيسعود بتوع الصيدلية بتجيب له شوية أدوية ما في قصة تحسس لدواء معين اللقاحات كلها حسب العمر نظامية التطور الحرقة الروحي مناسب لعمره ما في قصة نفس دم في عنده بقصة التغذية في قصة عدم تحمل الحليب الصناعي كل ما بتضع أمه حليب صناعي بصير برازه كتير الكمية ورغوي اجتماعيا الولد عم يعيش مع امه وابوه وعنده اخ اكبر منه ما في حدا بيدخن بالعيله ما مربيين قطط او بغبغاء في البيت وامه موظفه بتبعته على الحضانه كل يوم بيروح على الحضانه واتفقنا في اوروبا وحتى في تركيا وبسوريا صار في حضانه من عمر يوم يعني الام موظفه بتاخذ امومه شهرين ثلاثه بعدها وين بدها تحط ابنها بتحطه بدور الحضانه. طيب بالعيلة عم الأم عم أمه مات في سن المراهقة بسبب ذات رئة
طبعا بتكتبوا معي زملاء واضحة القصة؟ نعم حكيم. طيب العلامات الحيوية عندنا الحرارة طبيعية، ضغط الدم طبيعي، قلب 130، تنفس 36، وزنه 10 و200. الخط الناقص 3 دون ناقص 3، يعني الولد عنده فشل نمو. تنفس 36 طبيعي ولا شو رايكم؟ متسرع يا حكيم. على عمره 36 متسرع طبيعي، تحت ال 40 طبيعي. اها برافو عليك. كم مره حكينا فيهم ابني ما بدنا نعيدهم نرسلهم هذول خلاص. حديث ولادة 60، رضيع 50، فوق السنة 40، خلاص ما في داعي نعيدهم 50 60 40. طيب فحص السريري، التأمل العام، الطفل يقظ متعاون، ما في عنده عسر تنفس حادة، نحن عم نفحص وصار عنده تبرز كريه الرائحة وكميته كبيرة رغوي، الصدر في عندي وزيز منتشر في كل الساحتين الرئويتين، عنده خراخر خشنة موضعة في الساحات المتوسطة. بفحصه شفنا القطر الأمامي الخلفي للصدر عنده زيادة فيه، عنده عرض الصدر، صدره عريض طاير، الجهاز القلبي التنفس الطبيعي القلبي كل شيء طبيعي، ما في نفخات، زمن الامتلاء الشعري طبيعي، البطن طبيعية بس شوي من تبخة، في عنده أصوات الأمعاء شوي صوت عالي إيجابية، ما في ضخامات حشوية، ما في زرقة، ما في وزمات. تمام يا زملاء، ميدو أن التشخيص تفريقي برفع اليد، ميدو أن. طب يا آسيا أنت عم تسجلي، قولي لنا تشخيص تفريقي لسؤال مزمن. آسيا معنا أنت آسيا؟ طيب بلا آسيا. بشرة؟ لا دكتور. ممكن يكون ممكن داء كيسي ليفي، ممكن يكون سؤال سؤال مزمن. ممكن دكتور داء كيسي ليفي. تمام أعطيني أربعة تشخيص تفريقي، هذا سؤال فحص تخرج. تشخيص ممكن تفريقي لسؤال ثاني في كيسي واحد. رابو. برافو برافو عليك رابو. تمام غيره؟ ممكن ذات رئة. تمام ذات رئة لا نموذجية كمان، مرض حكينا بالفصل الأول جبنا لكم الوقاية منه، سؤال فحص شو؟ من ذات رئة لا نموذجية؟ الفصل الأول جبنا لكم الوقاية، واحد عملنا له صور الصدر واختبار سلين. سؤال مزمن ايش هو سل؟ ايه سل تمام، دكتور ايه بعد بحكي عن ذات رئة لا نموذجية. كمان انشق جسم تمام، تلين حنجرة. برافو عليك غيره. ممكن جزر المعدة المريئي قلس، يعني قلس دكتور. بس دكتور صوتك راح. ايه تمام. إذا في عنا عوز مناعي كمان أمراض مناعة. برافو عليك. طيب بنقول أنا على السريع، معناته الربو، جزر المريء المعدي، استنشاق جسم أجنبي، تلين حنجرة ورغامة، تشوهات رئوية الخلقية إذا بتذكروا الحكينا هون، دالي في الكيسي نسيتوا، متلازمة عسرة الأهداب، أخماج الفيروسية المتكررة، زيادة الرئة اللا نموذجية، تدرن والعواز المناعية، كلهم هدول بيدخلوا بالتشخيص التفريقي. لا تنسوا نقيس دائما الاكسجه باي تقافه تنفسيه، بقيس الاكسجه. شكينا بالسل، شو لازم نعمل اذا شكينا بالسل؟ اختبار سلين. اختبار سلين. شكينا بالداء اللي في الكيسي، شو بنعمل؟ اختبار العرق. اختبار العرق. شكينا بامراض المناعه، بنشوف الدراسات المناعيه. ولا تنسوا يمكن مثلا الامراض التحسسيه، نعمل ايش بنعمل؟ البيض والصيغه، بنشوف مرتفعات الشو.
والامراض المناعيه للامراض المناعيه الحامضات الحامضات ترتفع. طيب جينا عملنا صور الصدر، شفنا ارتجاعات في الطرق الهوائيه الكبيره، مناطق من التوسع القصبي، فرط انتفاخ، البراز كميته كبيره قلنا، جمعناه طلع عنا ايجابيه الدزم. شفنا بالفحص السريري في عندي تبقرط اصابع، اختبار العرق اكثر من 90، طبعا الطبيعي كلور العرق اكثر من 90 طبيعي. لا تقدر تشوفي في الدكتور في صوت؟ ما يسمع صوت الناس. لا ما في. بس لعب ينظم شو اسمه الرابط يسمح للكل يدخلوا من عليه موافقة. دكتور صوت ما في، ما في عندك صوت دكتور اذا عم تحكي.
هيك الصوت واضح زملاء؟ اي واضح حكيم. اي حكيم يا جماعة في مشكلة حقيقية عندكم، يعني انا موبايلي ممتاز وسماعاتي ممتازة و... طيب والله يا حكيم كل محاضراتنا عليه ما بعرف ليش اليوم هيك. طيب ما بعرف في مشكلة. طيب خليكم معي. الصفة الوراثية له شو هي؟ ميدا جاوبنا، جسدية سائدة، جسدية متنحية، مرتبطة بالجنس، سائدة متنحية مرتبطة بالجنس. جسمية متنحية دكتور. برافو عليك، جسمية متنحية. قلنا الوراثة مطلوبة جدا عشان نعطي السيه. قلنا على أنا زراعة بتتذكروا؟ زراعة طويل للصبغي السابق. وقلنا يمكن نشوف 14 مورثة، 85% من الحالات هدول أشياء مورثات. المهم مطلوب مننا جسمية متنحية وزراعة طويل للصبغي السابق. جبنا لكم يا شي دورة، جبنا مرة يا شي دورة من الدورة. طيب دكتور كان رايح الصوت ما سمعنا، بس في مجال تعيد؟ عم نقول هو وراثته جسدية متنحية على الصبي، الزراعة الطويل للصبي. واضح صوت؟ التشخيص بس ما سمعنا. سيستك فيبروسيس قلنا، ما قلنا عم نسأل ايش هو ايش هي صفته الوراثية سيستك فيبروسيس عم نسأل. وفي صوت؟ زملاء ايه دكتور في صوت. ايه طيب اذا جسميه متنحيه قلنا من رحمه الله، لانه اذا جسميه قاهره من مصيبه. طيب طيب اقل اي مما يلي هو الاقل احتمالا ان يكون اختلاطا للداء اللي في الكيسي. اقل شيء النفس الدموي، استرواح صدر، سرطان البنكرياس، العقم عند الذكور، التشمع الكبد. انا هو اقل شيء. تشمع كبدي، سرطان البنكرياس. لا اقل هو لانه بيصير بالمراحل الاخيره سرطان البنكرياس، بس هو اقل شيء. طيب واحد واحد، نفس دموي يمكن يصير ولا لا؟ ممكن دكتور. طيب استرواح صدر ممكن، تشمع ممكن. ممكن. قلنا العقم شغله ميزه ايجابيه اذا بتذكروا في المحاضره، قلنا دول من حكمه الله انه ما بجيبوا اولاد عشان ما ينتشر المرض اكثر. العقم 95% بالذكور بصير عندهم انعدام نطاف، والأقنية عندهم ما بتشتغل، ما في أهداب، ما بتنتقل النطاف. يمكن نعملوا هدول حق ولا يصير عندهم بسبب الأقنية الناقلة فيها مشكلة. بس سرطان البنكرياس هو هو الاختلاط الأقل حدوثا. طيب أي مما يلي سريريا يمكن يخلينا نشك بدالي في كيسي عند الوليد؟ تسرع تنفس، طفح بقعي حطاطي، تبقرط، العلوس العقي، لا شيء مما سبق. العلوس العقي. علوس العقي. واضح، علوس العقي. تبقرط لسما. لا تبقرط ما بصير لسا حديث ولادة، بده سنين ليصير تبقرط لسا حديث ولادة، وين بده يعمل كلابين؟ ولا شيء. أكيد أكيد علوس العقي. أي مما يلي أفضل علاج للداء اللي في الكيسي؟ تجنب اللقاحات الحية، الأنزيمات البنكرياسية للمرضى الذين لديهم فقط التهاب بنكرياس. انتبهوا، ما بنعطي أنزيم بنكرياس غير المرضى عندهم التهاب بنكرياس. الماكروليدات من أجل الأخماد الجرثومية المشتبهة، المعالجة الرئوية بما في ذلك الموسعات القصبية وحالات البخار. أنا هو أفضل علاج معالجات الرئوية، موسعات قصبية وحالات البخاط، أم الماكروليدات، أم أنزيمات البنكرياسية فقط للمرضى الذين لديهم التهاب بنكرياس. آخر جواب تجنب اللقاحات الحية. أنا هو أفضل شيء دكتور. موسعات قصبية. موسعات البخاط، موسعات وحالات البخاط هن أفضل علاج الداء اللي في الكيسي. طيب هون بنعطيهم كالوري زيادة ولا قليل؟ لا زيادة دكتور، لأنه برافو.
كالوري زياده، دائما الامراض المزمنه تبدا كالوري زياده. طيب انا فيتامينات نعطيهم برايكم؟ الفيتامينات المنحله بالدسم كده. برافو عليكم. اهم العامل المبرد في الدالي في الكيس هي جرثومه، بتتذكروا الزوائف والاستاف. برافو عليك. السيدوموناس، الزوائف او العصيات الزرق. شو من عالج هاي؟ سيفتيزيدين بصير. سيفتيزيدين بس أمينوكلوزيدات، نبدا بخط اول. أمينوكلوزيدات لقاحات بياخذوا ولا ما بياخذوا هدول؟ بياخذوا لك هن. ايه بياخذوا دكتور. وبما ذلك الانفلونزا ما في مشكله، حاغيه مميته ما عنده مشكله باللقاحات. طيب غيره ايش قلنا؟ غيره مثل ايش دكتور يعني؟ الانزيمات البنكرياسيه بنعطيه ولا لا؟ قلنا هون بنعطيه اورطا زنجير، قلنا حموض الدسم المتوسط اذا بتذكروا. مضبوط ولا لا؟ قلنا المرض هذا عند مين اشع؟ الذكور. عندنا فئه عند القوقازيين قلنا، وباوروبا بشكل لنا مشكله كثير كبيره واشع مرض وراثي اذا بتذكروا، قلنا هذا عم بشكل هلا مشكله كثير كبيره صاير في اوروبا. ذكرتوا ولا نسيتوا هاي المعلومات؟ واضح الصوت زملاء؟ واضح حكيم. هدول كلهم بعيشوا تقريبا بالعقد الثاني الثالث، هو بيتخرج من الجامعة وبيخلص اختصاصه بموت بثلاثين سنة، تمام؟ هدول ما بعيشوا فترة طويلة وكونوا عقوم عندهم، خاصة الذكور. قلبيا ما في مشكلة بالسيستيك فيبروسيس أبدا، مرض منتشر في أوروبا أكثر من عنا، فكم المعايير التشخيصية تبتوا دائما. نحن في تركيا بنعمل له سريك كلينيك، قلنا الأمراض اللي بنعمل بالتوب كابو بنعمل بكعب الكعب الإجر بناخذ له تحليل، وفي سوريا قريبا إن شاء الله بيعملوا تحاليل، تمام؟ ده سكري نادرا ما يعمل، عندي قصور بنكرياس خارجي المنشأ، لا تنسوا الحمية، عالية الكالوري، العصيات الزرق عامل ممرض هام، ويمكن أحيانا إذا تعدي حالة عامة سيئة بنعمل زرع رئة، اللي عنده الحالة رئوية شديدة يعني يمكن نعمل له زرع رئة، تمام؟ يعني رئته تاكلت صار انتان شديد يمكن نعمل له زرع رئة. لكن البقية المتوقعة للأسف بعد زرع الرئة سنة سنتين، وزرع الرئة بده مراكز متطورة. هذا الشيء يعني up to date، يعني بقى كتير متبع بسوريا. نحن مريض السيستيك فيبروسيس للأسف هو مريض يعني مستهلك للعيلة والناف، دائما بيعمل مشاكل، بس دائما نحن بنعمل اللي علينا لآخر لحظة يا جماعة. بس خلوكم معي، المريض بيبقى اسمه مريض، ما في شيء اسمه مريض هذا مويت، مريض قصور دخامي، قصور أعضاء متعددة، يا آخر لحظة من ناظر في المريض، فيه روح فينا روح. كثير من الأطباء للأسف بيعطي فيدباك سيئة أنه هذا المريض ميت، لا بقى تجيبوا لي إياه. ما في حدا باب عمركم تقولوا يا أهل لا بقى تجيبوا لي المريض، والله ما منه شارة. وهالألفاظ اللي بنسمع من بعض الأطباء، تمام؟ نشتغل واجبنا لآخر لحظة، تمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لو قامت القيامة وبيدي معنا فسيل زرعة لزرعتها، يعني إذا كان بيده زرعة وهي عم تقوم القيامة، تمام؟ الواحد بيعمل
بيناضل بحياته لآخر لحظة بحياة المريض. ما تتعلموا أبدا على اليأس، بكل شيء ما نتعلم على اليأس. تمام؟ واضحة يا زملاء؟ النقطة الثانية دائما نحن نحكيها، ما هو المهم نوصل، المهم أنه نكون على الطريق. ما هو ضروري نوصل، قد نموت على الطريق، المهم أنه نكون على الطريق. تمام زملاء؟ تعرفوا قصة هذا اللي قتل 99 قتيل وإجا سأل قال له هل لي من توبة؟ قال له نعم، روح على بلاد فلانية، هو على الطريق مات، وقاسوه ملائكة العذاب وملائكة الجنة، والله سبحانه وتعالى قربه لبلاد التوبة، شاي دخله على الجنة، دائما هو على الطريق، أو كان ما وصل بس هو على الطريق. واضح زملاء؟ يعني أنا بعتذر منكم اليوم اللي كان الوضع كتير سيء، إن شاء الله يوم الأربعاء عندنا محاضرة على المناعة على النت، تمام؟ وبنحاول ناخذ ستاج تاني كمان هالأسبوع، ناخذ قصة سريرية تانية زي الحالة. واضح؟ موعدنا إن شاء الله الأربعاء وعن... إيه تفضل. أش بنعطي علاج صدات وقائية للتليف الكيسي؟ ما بنعطي صدات وقائية، يعني ما عنا عنا بنعطي لما بصير انتان، يمكن نعطي هون صدات أرزاز بس ما هي متوفرة لدينا، تبرا ما يسين أرزاز، في بعض الدول فيها صدات نعطي أرزاز، نحن عنا ما كانت موجودة لما بكون حالته العامة كتير سيئة، يمكن نعطي جنتا ما يسين، تبرا ما يسين، اللي انت ما يسين نعمل له ياهون أرزاز، نعطي اللي بينعطى عضلي أو وريدي بنحطه أرزاز، بس طبعا امتصاصه بكون أقل، في دول بتنتجه بشكل مهيئ للأرزاز امتصاصه بكون أكثر. تمام؟ تمام. يعني على الأوبر ليش ما بنشربها نحن شرب؟ لأنه هي محدة بيكون امتصاصها أفضل لما بتنعطى عضليا أو الأوبر الوريدية، مزبوط؟ الحب ليش ما نحطه تحميلة مثلا، نعطيه حبة للولاد لأنه هذا امتصاصه بكون أسرع فموي، واضح؟ بس حتى نحن في تركيا أيام مثلا عنا هون بريدلون ما موجود شراب، أيام نعطيها الولد يا الطفل بريدلون فموي أوبر نشربه إياه، بصير امتصاصه أسوأ من امتصاصه طبعا العضلي. وكذلك ارزاز هي يحفظوها، ارزاز صادات شغله كتير حلوه، حتى بكثير من الافات الرئويه بكد فيه، نحن عنا ياما من تشرب وربما من تشرب بعض الدول انه بيعطوا صادات ارزاز. في حد عنده سؤال تاني؟ بعتذر منكم مره ثانيه على رداءة المحاضره اليوم بشكل عام، كان في مشكله بالنت ما بعرف من كان فين. تفضل. دكتور بالنسبة للورم الأرومي العصبي، ايه من انه اشياء تظاهرات الشحوب، بس نحن بنعرف بالورم لب الكظهر ولا مع زيادة الكاتيكولامين انه بيصير في عنا توهج وارتفاع ضغط، فانه كيف شحوب مع قصه يعني ارتفاع كاتيكولامين؟ كاتيكولامين بيعمل فلاشينج، ما له علاقه بفرق الدم، فلاشينج عرفت علي؟ فلاشينج هذا اسمه فلاشينج، يكون في عندك يعني توقف في يعني الوجه، يعني على واحد اذا معه فقر دم وجيته رعبه بصير عنده فلاشينج بيحمر ولا ما بيحمر؟ عرفت علي؟ بيحمر بس فلاشينج، الفلاشينج ما له علاقة بفقر الدم، كل واحدة واحد بصير عنده فلاشينج، عرفت علي؟ فلاشينج شيء وفقر الدم شيء، فلاشينج يعني توهج ما له علاقة هذا بفقر الدم الفلاشينج. يعني حكيم بس نقطة انه هون تظاهر السرير لهالورم انه الشحوب بشكل عام، ولكن انا عندي ورم في لب وين مكتوب الشحوب؟ بعت لي الكتاب المكتوب بس اتأكد منه، كتابنا مكتوب صور لي وبعت لي على الخاص، بعت لي على الخاص عشان اشرح لك برد عليك على الخاص. ماشي ماشي دكتور، هلا بعت لي اياه مباشر. الشحوب شيء والفلاشينج شيء، بس عشان اشرح لك اياه. حد عنده سؤال ثاني زملاء؟ موعدنا يوم الاربعاء ننسق ان شاء الله يكون النت صار احسن، والسبت ناخذ محاضراتنا يا رب. تصبحون على خير، الله يبارك فيكم يا رب.